تشيلت. ايه ده؟ دينا؟ دينا؟ كلمني كعادل. كعادل؟ الو دينا. ايوه عادل، ازيك؟ معلش سوري بكلمك في وقت متاخر. لا لا خالص، انا سهران وصايم وكل حاجه. اصل في واحده قريبتنا ماتت وكنا محتاجين لحد معاه عربيه عشان نحضر الدفنه. انا والله كلمت كذا حد بس كلهم طلعوا على مارينا. انتوا هتدفنوها في مارينا؟ مارينا ايه عادل، الدفنه في الشرقيه، هينفع تودينا؟ طب ما ينفعش تدفنوها هنا؟ اكيد لا، هي من الشرقيه فلازم تدفن هناك. هتعمل ايه، هتودينا ولا ايه؟ البنت بتحب الراجل اللي لما تحتاج له تلاقيه واقف جنبها سندها، اول ما تحس باحتياج هو يبقى اول واحد يجي في بالها. دينا هصحى واكلمك. قصدي افتح البلكونه هتلاقيني واقف تحت. ايه اللي خلاني ارد؟ عمر اللي راكن هنا كده ده. ايوه ايوه خلاص اتفضل اتفضل. عمر برضه بس كده خلاص. حافظ ظبطت كده. اتفضل اتفضل. معلش يا عمر اتفضل. حبيبتي اضحك. ما في حياتك، حياتك الباقيه يا اخويا، حياتك الباقيه. بقى لله بقى لله. اتفضل اتفضل يا ماما اتفضل. كتر خيرك كتر خيرك يا ابني. لا لا ما تقوليش كده، ده انا خدوم ده انا خدوم. كتر خيري على ايه؟ معلش يا عادل، هو ظرف مفاجئ كده، اصل هي كانت عيانه قوي. بالعكس دي ماتت في وقتها. يعني ماتت في رمضان. في رمضان سبحان الله. الله يرحمها. دي احلى موت احلى موت. معلش تعبناك معانا. ما تقوليش كده، ده انا خدوم جدا. اتفضلي 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 دي اتفضلي اتفضلي. كنت عايز اسال سؤال بس، هو مش الشرقيه دي على سفر؟ طب يعني الواحد ممكن يفطر؟ ممكن طبعا، بس ما احناش راكبين جمل يعني عشان تفطر. يا ستي جمل ولا حصان، دي رخصه ربنا حللها يعني. انا اصلا عندي السكر وتعبان فممكن اهبط منكم فجاه في الطريق. سلام. انت اتفضلي بس، هجيب اي حاجه كده قبل اللي بيهريه بس وشويه اكل. اتفضلي اتفضلي على طول. ثواني ثواني. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ امرني. كيس كبير كده لملي فيه بقى ايه، شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط، بس انا جعان قوي عطشان قوي. لا اله الا الله. حاضر. بس بسرعه والنبي. حاضر. الو، اكلم تريزا لو سمحت. قول لها جرجس مش موجوده. طب اكلمها تبقى. سلام سلام. خدي خدي يا دينا، خدي خدي، جبت حاجات لينا كلنا، رخصه لينا كلنا ناكل ونقزقز طول الطريق. افتحي لي حاجه، افتحي لي حاجه اشربها بسرعه وحاجه كلها. يلا. ايه ده، صباح الخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ كرم ابن اخت المرحومه. اهلا وسهلا. قصدي الحاج كرم، هتفطر برضو؟ افطر ايه واحنا مسافرين بجمل ده؟ الشرقيه هنا في الشارع اللي ورانا. هات يا حبيبي. خد يا ماما. انا فاطره اكل بس لقمه كده عشان معادي الدواء. اتفضل يا اخي. خلص العصير خلص يا حبيبتي يا غاليه. في عند حضرتك برضو ايس كريم الحقيقي بقى قبل ما يسيح. والله ده انا بحبه قوي. اهو شوكولاته. خد الشريط ده شغله لنا مجنون. فضل شريط، وده وقت بغنى وراس واحنا رايحين عزا شيخ كرم. استغفر الله العظيم. شغل لنا فضيله الشيخ، خلي ربنا يبارك لنا في الطريق. فضيله الشيخ، معلش انا ما خدتش بالي، انا اسف انا اسف. الموت الموت رايحتنا رايحتنا، وهتنزلوا تحت. والله العظيم هتنزلوا تحت. هتشوف الويل يا تارك الصلاة يا فاطر رمضان. ما فطرتش انا، هي اللي فاتت. الثعبان الاقرع هيفتت عظمك. ملائكة العذاب يا بول الظلام، وحدك تحت يا ابن ادم. اخرك متر في متر ونص في 4 متر ونص. ما قالش كده الشيخ، بس هو ليه حضرتك بيزعق قوي كده؟ بيزعق؟ ايوه، ده عليه حلاوه صوت تمس القلوب. قلوب ايه يا كرم؟ ده صوته وحش جدا، وبعدين الدين ترغيب مش ترهيب. ايوه صح صح. لا مش صح. مش صح. وبعدين انت تفهم ايه عن الدين؟ مثلا انت فضلت الشيخ البهتاني. لا معلش، انا درست فقه في الخليج وعارفه انا بقول ايه كويس جدا، وجادلهم بالتي هي احسن. لا ده انت فجرت. اوعي اوعي بس يا واد يا كرم، لحسن هقول لهم انت كنت بتعمل ايه وانت صغير. خلاص خلاص يا حاجه ارحميني. اهو عشان خاطر الحاجه بس. ماشي. انت كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ مش هقول. روح يا اخي. هو ما بيعرفش يسوق ولا ايه؟ معلش اسف الفرامل بتاعنا. يلا روحوا انتوا مع الستات، واحنا نروح نلحق الجنازه ونتقابل هنا. ماشي اوكي. يلا يا حبيبتي يا غاليه. على مهلك يا ماما. على مهلك. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم
على مهلك على مهلك على مهلك حبيبتي يا غالية. يا بطني يا بطني بطني كلت الكيس كله. يلا يا بطني. ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. البقاء لله البقاء لله البقاء لله البقاء لله هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري، ده النحش طاير طاير. ايوه طاير المرحومه تهروي الى الجنه. هم هم خلينا نكسب ثواب حملها. حملها؟ ايه ده؟ هي المرحومه كانت حامل؟ حامل ايه يا اخي؟ استغفر الله العظيم. استنينا يا حاجه. لا اله الا الله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله. ده المغرب. مغرب ايه يا اخي؟ ما تعصبنيش. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. يا رب تولعوا كلكم كلكم تولعوا في جهنم. يا رب تولعوا والمرحوم المرحوم تولع. عادل معلش انا لخبطت لك اليوم جدا، اكيد كان وراك شغل. انا لا خالص بالعكس، ده انا كنت قاعد زهقان والله وبالعكس انا كان نفسي اجي الطرب جدا خصوصا وانا صايم. عموما تمام الحمد لله كل حاجه حصلت. اتفضلي بقى اتفضلي. لا معلش انا لازم امشي مع بنت عمتي. ايه ليه؟ بقالي كتير ما شفتهمش يعني. سيبه بقى في مصر ان شاء الله. ميرسي جميل. باي باي. ايه القلب ده؟ جميل جميل برضو. انا كمالي انا كمالي ومال الشرقيه ومال المرحومه وفي الاخر ما كانش معايا. ايه ده ايه ده ايه القرف ده؟ انا ايه اللي كان جابني؟ ايه ده حاج كرم انت ما روحتش معاهم ليه؟ روح روح معاهم روح معاهم روح معاهم. لا لا مش هروح، لا يمكن ابدا اسيبك ترجع لوحدك مصر. لا ما انا مش حد ابدا والله. بعدين اصلا احتمال انام وانا سايق وبفكر اتقلب، فعشان يعني بعد شر عليك يعني. قسما بالله العظيم اتقلب معاك، مش هسيبك لا يمكن. ماشي حكر. احنا انت بتشتمني؟ لا ما اقدرش. طب شغل لنا الشريط بقى بتاعك. ايوه كده. ارحمني بقى ارحمني بقى. أشواق.